الآن إلى فقرة كاتب ومقال، والمقال الذي اخترناه لهذا اليوم جاء تحت عنوان مسارعة الانتقاد، جرأة أم تضليل؟ وكتب هذا المقال الكاتب والباحث محمد القيقة الذي ينضم إلينا الآن عبر سكايب. أهلا بك أستاذ محمد. بداية، كيف يمكن للكاتب أو المحلل أن يوازن بين الجرأة في الانتقاد وبين تجنب التضليل الذي من الممكن في لحظة ما أن يغطي على الحقيقة؟ نعم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. الواضح جدا أن الميدان فيه العسكرية من الذخائر والبنادق والملف الأمني والتقني والتكنولوجي، وأيضا في هذا الميدان يوجد الملف الإعلامي وتوجيه الرأي العام، وهذا لا يقل خطورة عن الرصاصة في الميدان. لذلك الإدارة الأمريكية وعبر الخارجية الأمريكية وجهت قنوات عديدة للعب على وتر التضليل الإعلامي أو توجيه وسحب الناس لتوجهات معينة. عنوان المقال كان من فكرة الرد الذي قام به حزب الله على موضوع فؤاد شكر، وهذا واضح أن الرد بحسب الخبراء العسكريين أن هناك ترتيبات وهناك معادلات عسكرية كبيرة جدا حدثت في المنطقة، وتحتاج إلى ترتيبات أكثر مما يكون هناك رد وكتابة انتقاد لهذا الرد. وبالتالي صنفت طوفان الأقصى الشرائح المتابعة لها أو الشرائح بشكل عام في العالم إلى 3 شرائح. أولها الشريحة التي تآمرت فورا مع الإسرائيلي ضد المقاومة، وهذا كان واضحا سواء بالتآمر من خلال الوساطة وإضعاف المقاومة والضغط على المقاومة، أو من خلال الغرفة المشتركة الأمنية للقوات الأمريكية والإسرائيلية و ملف التحالف الإبراهيمي والشرق الأوسط الجديد والقوة المشتركة والقوة العربية، وهذا كله أيضا يحط ويوضع في الخانة الأولى من الذين تآمروا مباشرة دون أن يسألوا أحد حتى. وباتت كلمة إسرائيل على خارطة فلسطين لديهم أمرا مقدسا في مراسلاتهم في سفاراتهم في الأمور الرسمية لديهم، وبات المستوطن يستقبل لديهم، حتى بات الجسر البري للمؤن والمساعدات لإسرائيل أكثر من أن يكون طلبا من إسرائيل أن توقف العدوان. هذا كله الناس تعرفه، وبالتالي هذه الشريحة الأولى. الشريحة الثانية هي شريحة الصمت المطبق الذي مارسته جماعات الإخوان المسلمين واليساريين والأكاديميين والنقابات في الساحة الدولية العربية تحديدا، وكان من بين هذه الأصوات أصوات خجولة تخرج في مسيرات مؤقتة وتنتهي ولا ترقى لمستوى أن تضغط على أمن هذه الدول أو حتى على قرار سياسي لهذه الدول. هذا الصنف أيضا يعتبر من الصنف الذي أثر ولو سلبا على القضية الفلسطينية. ماذا عن الصنف الثالث أستاذ محمد؟ الصنف الثالث هو الذي ضحى بالدم معك وقام بنصرة فلسطين منذ اليوم الأول، ويستشهد أبناؤه وتقصف منازله وتدمر ويحاصرون، وبالتالي على الكتاب ووصفته في المقال بالنصير. ما نعم، لكن لماذا تتجه بعض الأقلام إلى مهاجمة النصير كما يصفه المقال؟ هذا الاستغراب الكبير من الكتاب والمحللين الفلسطينيين الذين يصمتون بتاتا وكليا عن تآمر العربي، ولا ينتقدون لا قاعدة أمريكية تخرج منها الصواريخ لقصف غزة ولا وسيط ضعيف، ويخرجون على شاشات الوسيط الضعيف يهاجمون النصير. هذا تناقض. يعني إذا أردت أن تكون مهنيا وحياديا فانتقد الوسيط وانتقد التآمر العربي وحفز الفئة الثانية، الفئة التي صمتت كما جماعة الإخوان المسلمين واليساريين والقوميين في العالم العربي، حفزهم قل لهم أن هناك فلسطين تذبح، و أيضا انتقد حزب الله ورده، هذا لا شك فيه. هذا إذا بدأت بالانتقاد للمتآمر أولا، أما أن تصمت على المتآمر وتصمت على الذي يحاول الضغط على المقاومة ويستقبل الإسرائيلي والأمريكي، وترى الإسرائيلي والأمريكي في بلاده أكثر مما ترى الفلسطيني، الفلسطيني في سجونه، وحتى لا تحفز الفئة الثانية وفورا تذهب لانتقاد الفئة الثالثة، فهذا أمر ليس مهني. نعم، لكن في هذا التوقيت أستاذ محمد، هل تعتقد بأن لهذه المهاجمة، مهاجمة النصير، أي تأثير أو انعكاس ربما على الفلسطينيين في قطاع غزة وحتى في الضفة الغربية اليوم؟ نعم، هذا طبعا هو جزء، حكينا في بداية المداخلة، هو جزء من الحرب الإعلامية والمعنوية لفصل الساحات وعزل الساحات، وإذا ما زبطتش عزل الساحات معنويا وإعلاميا فليذهب هؤلاء الكتاب والمحللين للذهاب إلى الفتنة الطائفية،
وانتقاد ما يقوله الخميني وانتقاد ما يقوله السنة، وبالتالي إدخال الناس في أتون الفتنة، وهذا بالطبيعة يؤدي إلى عزل الساحات معنويا ونفسيا ودينيا وأخلاقيا، وهذا كله يصب في مصلحة الإسرائيلي والأمريكي الذين قالوا منذ اليوم الأول نحن نريد عزل الساحات وتفتيت الشعب الفلسطيني مع العربي تحت إطار ساكس بيكو وفرق تسد. أتفاجأ وأستغرب أن الكتاب لا يسلطون الضوء على ما أضعف المقاومة وأضعف الصمود الشعب الفلسطيني من ضعف الوسيط ومن ضعف العربي ومن التآمر، هذا لا يتحدثون عنه ولا ينتقدونه. طب لماذا تنتقدون النصير الذي وقف معكم؟ ولو وقف معكم بكلمة على الأقل، لا يجب أن تنتقدوا قبل أن تنتقد الفئة الأولى وتحفز الفئة الثانية، وهذا يعتبر معادلة، ومن حيث لا يدرون ولا يدرون، يعني من حيث أنهم نعم. متعمدين أو غير متعمدين يخدمون ما توجهه الماكينة الإعلامية طيب، الأمريكية في وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تبث وتحتوي وتدير فيما عشرات يرتبط القنوات. بهذه الفئات الثلاث أستاذ محمد، كيف يجب التعامل معها؟ على الكاتب والمحلل أن يكون واقعيا، لا يتبع لمصلحة ومنفعة وظهور، عليه أن يكون واضح، أن يقول لهذا الوسيط أنت ضعيف وما ضعفك إلا تأثير سلبي على الفلسطيني، هذا لا ضير فيه. يعني اللي بده يزعل من تشخيص الوضع الواقعي والحقيقي، هذا ليس باتت الأمور ليست مهنية. نحن الشعب الفلسطيني، نحن الأدرى فيما يقف معنا وفي من يتآمر علينا، فوجب، وأنا بتحدثش مع الكتاب والمحللين العرب، أنا أخاطب المحللين والكتاب الفلسطينيين لأنهم هم في واجهة المعادلة، وهم في أزمة، وهم في النار زي ما بيقولوها. نعم، بالتالي عليك أن تحفز. ماذا تفعل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، في مصر؟ ماذا تفعل في ليبيا؟ ماذا تفعل في الجزائر؟ ماذا تفعل في تونس؟ أهي فقط المسيرات؟ هذا دور الكتاب والمحللين والمؤثرين والباحثين لإنعاش الفئة الثانية وفضح الفئة الأولى، فضح طيب، الذين تخرج كيف من قواعد يمكن العسكرية نعم أسلحة. كيف يمكن في هذا التوقيت أيضا التفرقة بين النقاشات الجدلية والنقاشات المهنية؟ وهذا وارد طبعا في المقال. نعم، هنا أشكرك جدا على إثارة النقطة في المقال. هذه معضلة، يعني تجد أن هناك مشايخ وعلماء في الداخل الفلسطيني المحتل يسلطون الضوء على مثلا شتم إيران، بينما لا تجد لهم بوست واحد أو منشور واحد أو خطبة واحدة لدعم غزة أو وقفة أو مناصرة أو مسيرة لغزة. وحينما تسألهم يقولون لك الأمن والضغط. يا سيدي، إذا الأمن والضغط فلتقل خيرا أو لتصمت على الأقل، وهذا منعكس على المحللين والكتاب. هذا الجدل الفكري، وكأنه في بعضهم يعني إذا الشيعي ما صار السني معناته مش متضامن معي. هذا من وين جابوها الأفكار هاي؟ كيف تعلموا؟ مين مشاربهم؟ هذا يجب إعادة دراسته. يعني كيف احنا بنفكر؟ هذه تحالفات، حماس تتحالف مع حزب الله، حزب الله يتحالف مع أنصار الله، أنصار الله يتحالفون مع نعم، الفجر اللبنانية. لا داعي أن نذهب إلى الجدل الفكري، وهذا أيضا يثير فكرة أن الأمريكي يضخ أصلا هذه الفرقة والتفرقة في المنطقة، وتصبح كلمتك رصاصة تدخل إلى ظهر المقاومة من حيث تدري ومن حيث لا تدري. والأجدر أن تنتقد الضعيف الوسيط والمتآمر العربي، لا أن تنتقد النصير، لأن هذه مرحلة ثالثة أنت لم تتجاوز لا المرحلة الأولى ولم تنعش المرحلة شكرا. الثانية. شكرا لك محمد القيق، الكاتب والباحث السياسي، كنت معي عبر سكايب من رام الله.